ضحى تهتمهم في اللايف بخاتم الديامو، شاهدوا المزيد من التفاصيل. بداية بهذا الفيديو مع غيث مروان وسارة الورع اللي تفاعلوا بمجموعة من الستوريات على الانستغرام من الجيف. مر إلى ضحى اللي كانت مبارح بت مع عبسي واللي انصدم لما شاف خاتم الزواج بإيد ضحى وسألها عنه. أترككم مع ردة فعلها. لا لا جد يلا جد شبيه خاتم الديامون؟ يا هو